دابا خويا ايوب غندوزو غندوزو سنيسلات سنيسلات تبارك الله ما شاء الله غتشوفوا معنا هادو كاملين وغتعرفوا حتى الاثمنه. السلام عليكم متابعي قناه مريم شانيل، كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جبتكم عند مجوهرات ايوب. اول حاجه غنبدا لكم بها هو العنوان. حنا كنتواجدوا في كازا الولفه الحاج فاتح، الجامع ديال الحاج فاتح اونفاس مع كاينه قيصريه ديال الحاج فاتح. ايوب جا في الطابق الاول، ها هو طلعوا مع الدروج هذا كيبان لكم مجوهرات ايوب. اللي ما عرفاش تواصل مع الرقم اللي كاين على الشاشه، يرسل لكم لوكاليزاسيون غتجيكم حتى للقيصريه بالضبط. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله، غتعرفوا معنا اليوم الذهب شحال داير ودير لينا تخفيضات بمناسبه رمضان. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله شي كامل. اجيو معايا اجيو معايا. السلام عليكم خويا ايوب، كدير لاباس عليك؟ لاباس عليا الحمد لله. مرحبا بينا عندك اليوم. مرحبا اختي ومرحبا بالمتتبعات ديالك ومرحبا بالناس اللي كيتابعونا داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم ان شاء الله بغينا نوريكم شي غورميطات جداد، وفي نفس الوقت بغينا نديرو شي تخفيضات في اثمنه بمناسبة رمضان والعيد قرب وكلشي. غتبغي تزرزري ذهوبات اختي مع الجلابه ومع شي قفيطين ها انتوما. باش غنبداو اخويا؟ غندوب لكم. السلام عليكم حتى الدري كيكون في المحل الاخر. الدري معايا السي عبد الله مرحبا. مرحبا بكم. ربي يخليك. شوفوا معايا غنبداو بالغورميطات. احنا باش ما نطولوش الفيديو، احنا باش ما نطولوش عليكم الفيديو، بغينا نقسموا الفيديو على جوج، نوريكم لي غورميط ولي شان، يعني السناسل من الرقاق حتى الغلاض، وحتى لي غورميط حتى هما من الرقاق حتى الغلاض. والانسان يشوف اللي يعني المرأة تشوف اللي عجباتها وما يكون خير. هادشي اللي كاين اكيد. ولا بغيتوا شي حاجه كتبوا لينا في التعاليق شنو بغيتونا نصوروا لكم. خليكم معنا خويا ايوب باش غنبداو. نبداو بلي غورميط. لي غورميط عندنا هاد لي غورميط هادو الثمن ديالهم راه ما عارفين دابا حنا راه في اول حاجه ديما عودنا المتتبعين ديالنا شحال داير الغرام. الغرام دابا راه شحال داير الذهب دابا؟ تقريبا 600 درهم. 600 درهم 600 درهم طاح شويه. لا لا بالعكس طلع طلع طلع. السبائك دابا دايرين 530 درهم. 530 درهم السبيكه. بالنسبه للمحل ديالك تيكون مفتوح ثلاث ايام الاسبوع. ثلاث ايام الاسبوع. دابا في رمضان تنخدموا من 11 ل 6 ومن 9 ل 12. 9 ل 12 الليل يوميا في رمضان. التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب. هذه هي المعلومات اللي باغيين تعرفوها. اجي دابا نبداو بسم الله على بركه الله بهاد الكورميطات هادو. عندنا هاد لي كورميط هادو شوفوا ليا دو اللي بغات تعمر يديها دور عليها سنسلا راه شوبار. شوفوا ليا تاخديها هديه اليوم ولا هادي بنات تعمروا بها يديكم. اللي بغات تعمر يديها، اللي بغات تهدي شي حاجه للبنيه ديالها ولا الاخت ديالها، وبغات شي كادو كادو النجاح كادو ديال عيد ميلاد ولا النجاح راه مرحبا. هادو شحال غيبقى؟ هادو الثمن ديالهم 600 درهم. 600 درهم 12 ذهب عيار 18 عند مجوهرات ايوب. مرحبا بالجميع. راه زوينه تعمري بها يدك. زوينه سلسله شوبا 600 درهم راه الله يتم خيرين هاد الموديلات زوينين. هاد العرض حتى غيبقى ايوب؟ وهاد العرض حتى من هنا للعيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. راه فيهم لو شوا، عندي فيهم لو شوا هادو الثمن يعني ديالهم 600 درهم. هادو كاملين غيبقى لكم فقط ب 12 فريال 600 درهم. هادو بالضبط اللي دابا انا وريتهم لكم وشادهم في يديا. ها هما ها هما. السنسلة راه شوبار. السنسلة راه شوبار راه. كتشوفوا معايا. الثمن ديالها 600 درهم. 600 درهم. خليكم معنا شنو غندوزو دابا. دابا غنوريهم هاد الكورميطاج. هادو اللي كتبغي شي حاجه ديال الطروات دي تكون باينه. كاين فيها هاد الخميسه. شوف هاد الخميسه وهاد الاوفال هذا. شوفوا معايا حتى هو غير هادو بشحال غيبقاو لينا؟ هادو الثمن ديالهم 700 درهم. 700 درهم. كنا غنديروا لهم 750 ولكن الناس لا ديرنا الصوت الناس مقصحه مع رمضان والعيد. مرحبا سيو الوليدات مرحبا.
هادو 700 درهم راه المره اللي دارتها في يديها راه كتكون باينه في اليد. اكيد تعمر لك يدك 700 درهم 700 درهم الثمن راه زوين. كيف كتعرفوا راه دائما غادي في ارتفاع. دائما غادي في ارتفاع، راه من نهار بدينا لي فيديو راه ديما الذهب غادي في ارتفاع. هادشي كيف كيقول لكم ايوب دائما الذهب زينه وخزينه. الذهب زينه وخزينه. هادو 700 درهم 14000 ريال. شوفوا لي 14000 ريال وموديلات جداد، موديلات 2024 شهر 3 مرحبا. هادو 700 14000 ريال اللي بغات تعمر يديها راه عرض محدود سريع. هادو راه كنبيعهم بكثر من 700 واليوم مع مناسبه رمضان وحنا بغينا كلشي يلبس ذهب. اكيد هادشي اللي كاين. مريم شانيل بغيتكم كلكم تلبسوا تزرزروا لي ذهوبات وباقي فيهم حتى الكلو. ها هي حتى الكلو راه فيهم اللي بغات الكلو. اللي بغات الكلو حتى هي 700 درهم واللي بغات لي بوش حتى هي 700 درهم. راه كاين لو شوا. جيو المحل عند مجوهرات ايوب مرحبا بكم. شوفوا لي هادو كاملين 700 درهم. سكرينيو والناس تاع كازا بغيناكم تجيو المحل وتختار. مرحبا راه الناس خداو من عندنا من طنجة حتى للقويرة الحمد لله. الجالية المغربية. كلشي العالم كامل الحمد لله. راه مرحبا بالجميع. اكيد. اهم حاجة هي المصداقية. واللي خدات من عند ايوب تبان لينا تاعها. خليوكم معايا. شنو غندوزو خويا ايوب دابا؟ دوزو الكورنيطا تكون. غندوزو ليكم شوفوا معايا. شوفوا معايا هاد الكورنيطا تاعنا. هادو واخا ارتفاع الذهب وداك الشيء راه بقينا محافظين على الثمن. هادو راه 700 درهم. 700 درهم. وموديلات جداد. شوفوا لي هادو 700 درهم. 700 درهم. اللي بغات شي هدية بغات تعمر يديها راه ما كاينش شي حاجة أحسن من الذهب. كيف كنقول لكم ديما راه الذهب زينه وخزينه. زينه باش تعمر ايديها. واي وحده كتفكر تشري شي حاجه دابا وتبيعها دابا راه بطبيعه الحال غطيح في هذا الثمن. يعني راه الذهب الا بغيتي تربحي فيه خصك تخزنيه واحد المده حيت غادي وكيتزاد. غادي وكيتزاد. خليكم معنا ندوزو شكيلات اخرى. تبارك الله ما شاء الله راه كاينين اشكال. كاين الموديلات بزاف راه كاين لو شوا كاين كلشي الحمد لله. ندوزو لهاد الكورنيطات. هادو شحال دايرين هادو خويا ايوب؟ هنا وحدين؟ هادو اللي حداك. هادو؟ هادو الثمن ديالهم 2000 درهم. 2000 درهم ولكن راه تبارك الله ما شاء الله راه ثقال. هانتوما 2000 درهم. وكنديروا حتى الاصلاح اللي بغات تصلح شي حاجه في الذهب راه كنديروا الاصلاح ديال جميع انواع مجوهرات وحتى دور ايدك. اللي عندها شي حاجه مهرسه مقطعه بغات تسوديها بغات تسير شي حجر كنديروا كل شيء. شي موديل في راسها بغات تصايبو ذهب جوهر بشي حاجه راه كنصايبو كل شيء. مرحبا. هذا غيبقى ب 2000 درهم. هادو 2000 درهم. شنو غندوز دابا خويا ايوب؟ هادو لا هادو كاينين الاختيارات تبارك الله ما شاء الله. جميع الكورميطات اللي غتبغي تعمري بيديك شوفوا معايا تبارك الله. والثمن كيف قال لكم ايوب راه الذهب داير 600 درهم دابا. 600 درهم ابتداء ماشي كاع الموديلات. ابتداء من 600 درهم. ابتداء من 600 درهم واخا. والثمن كيتختلف على حساب على في الكورميطات وباقي الموديلات تبارك الله ما شاء الله. الشكل كاين سي بشكل. هادو هادي فان كليف هادي تيفاني موديلات جداد. هادي الكلاش دي خميسه. هادو شحال دايرين اخويا؟ 700 درهم. 700 درهم ثمن رمزي ثمن ديال الدراوش اللي بغات تلبس الذهب راه مرحبا بها. تبارك الله ما شاء الله. شوفوا لي البنات هادو غيبقاو لكم فقط ب 700 درهم. حنا ما كناش كنقولوا الاثمنه حيت كنا كندوزوا السلعه بزاف والوقت ضيق فهمتي. ما بغيتش نطول عليكم فيديو باش ما يجيش ممل. هادو الثمن ديالهم 700. راه عندي حتى لي كوردون. لي كوردون ديال لي بول 150 درهم. 150 درهم ديما كنصورهم لكم في اول فيديو. 150 درهم ها هما. خليكم معنا نوريكم. هادو 150 درهم. شوفوا معايا هادو 3000 ريال جميع الالوان. يا اختي من 3000 ريال تزرزري ذهوبات. كاين اكثر من كاين هادو. هادو شحال؟ هادو موديلات زايدين في الثمن. هادو كيبداو من خويا ايوب هنا. شوفوا لي هادو. هادو شحال غيبقاو لينا؟ هادو كل وحده والثمن ديالو. كل وحده والثمن كيبداو من 400 درهم. من 400 درهم. شوفوا لي كاين جميع الموديلات القرطاسه كاين خميسه كلاش هذيك الخمسه العين تاج انفيني تبارك الله. مازال كاين الخير الحمد لله كاين الخير. من 400 درهم هادو. خليوكم معنا. شفنا هاد الكورميطات هادو ب 700 درهم.
هادو 700 كاين الموديلات بزاف ديال 700 موجودين موجود تبارك الله ما شاء الله هادو كاملين جيو المحل ماشي كاملين الاغلبيه ديالهم اغلبيه ديالهم من 700 كاين هذه حتى ديال النمر حتى هي 700 درهم شوفوا لي التيكر هذا واعر التيكر الثمن ديالها 700 درهم حصريين عند مجوهرات ايوب يلا البنات سريعوا هذا غير بمناسبه رمضان يعني مرحبا بكم هاد التخفيضات حتى العيد ان شاء الله باذن الله اللي بغات تاخذ شي حاجه مرحبا خليكم معايا شوفوا معايا حتى هاد الكورنيط هادو تبارك الله ما شاء الله ديال ميستيكا وديال هادو يومين هادو ديال الكوشي ديال كل نهار هادو ما كيتحيدوش من الفيديو كتبغي تمشي بهم للخدمه ديال شاك جو هادي شحال غيبقاو لينا هادي 700 درهم 700 هادي 1400 هادي 1700 هادي الثمن ديالها 1900 درهم 1900 هادي الثمن ديالها 1800 وهاد ميستيكا هادي الثمن ديالها 2500 درهم راه فينيتش 2500 درهم هادو هما الاثمنه ومازال عندي فيهم موديلات هادو ديال الحجيره وديال 700 درهم راه تبارك الله ما شاء الله شكيلات ما صورناش لكم كلشي راه كاينين شكيلات مختلفه حتى تجيو المحل ان شاء الله باذن الله مرحبا اللي جا المحل مرحبا به مرحبا بالناس اللي تاقوا فينا من اول فيديو واش بدينا وجاو عندنا وصيفطوا الفلوس مرحبا واي متتبعه جات راه مرحبا بها اكيد وبغينا نقولوا لهم دخلوا عندنا وكتبوا لنا تعليق ما ساكناش في الدار البيضاء وبعيده في اي مدينه راه كندير التوصيل راه كندير التوصيل المغرب اكيد راك رسلتي للمغرب كامل حتى الجاليه المغرب رسلتي لهم شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله دائما العيار 18 خليكم معايا باقي في الكورميطات حنا دابا هادو دابا غنوريكم كورميطات طروادي هادو طروادي شوفوا لي هاد طروادي هادي الثمن ديالها 3000 درهم 3000 درهم 3000 درهم هادي خدمه نقيه وفينيسيون صدور مزيان كورميط صحيحه مزيانه حتى تما هي باينه مزيانه وعاطيه في اليد هادي الثمن ديالها 3000 درهم كاينه هادي الثمن ديالها 2800 درهم 2800 هادي الثمن ديالها 2500 وهادي الثمن ديالها 2300 وهادي لي وحده وهادي ديال وحده الثمن ديالها 2150 درهم 150 هادي الاوضه اللي طايره وهادي الثمن ديالها 1900 درهم يعني من 1900 درهم زرزري ديال الذهوبات شوف لي الطروات دي وشوف لي حتى السلسله ديالهم السلسله ديالهم ولا دو كاين هادي الثمن ديالها 1100 درهم هادي 1100 1100 كاين عاوتاني اللي بغات شي كورميطه قشور الحوت كاينه الثمن ديالها 1900 درهم هذا كورميط شوبار غليظه يعني جميع الموديلات كاينين عند ايوب جميع الموديلات كاين موجود الخير اللي بغات شي حاجه مرحبا بها شوفوا لي تبارك الله ما التعليق قال لك ما كنقولوش الاثمنه حيت كاين دابا قسمنا الفيديو باش كلشي يتفرج باش كلشي يتفرج وتعرفوا الاثمنه من الدار وياخذ فكره وراكم عارفين الذهب الذهب راه بحال البورصه طالع هابط هادشي اللي كاين حاليا راه كاين غير ارتفاعات داير 600 درهم خليكم معنا اش غندوزو دابا خويا ايوب دابا غندوزو ل موديلات زوينين صحاح وزيدين في الثمن على حسب الجرام على حسب الجرام تبارك الله ما شاء الله هادو راه تيحمقوا هادو خويا ايوب شحال غيبقى لينا كل حاجه والثمن كل حاجه والثمن ديالها شي مود هادو هذا الرقاق هادو شوفوا لي هاد الموديلات هادو شوفوا لي هاد شحال دايرين ايوب بحال هادي هادي ما غاليش الثمن هادي الثمن ديالها 1100 درهم هاد الرقاق كاملين ما غاليينش 1100 بحال هكاك 1100 هادو 700 درهم هادو 700 بحال هادي 700 بحال هادو اللي زايدين في الثمن كيديروا 2500 درهم 2800 هادو ديال لي بول هاد لي بول هادو موقع لا باينين هنا كثر ياك باينين كثر فيهم عندي عندي فيهم الاحمر الصفر البيض هاد لي بول هادو اللي كنهضروا لكم عليهم هما هادو كلهم ذهب عيار 18 هادي الثمن ديالها 2300 درهم 2000 ولكن راها شوفوا لي قداش 2000 شحال دايره 2000 2300 2300 درهم ولكن راه كورميط صحيحه وما تحشمناش مع الكليان اكيد البنات شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله كاين هادي الثمن ديالها 2500 درهم واعره اخر ما كاين شوفوا لي كاين عندنا عشاق الفان كليف اللي كيبغيو الفان كليف ها هما راه عندي ثلاثه عندي خمسة كاين فيها ثلاثة كاين فيها خمسة واخا ممكن الثمن
واخا مرحبا. شوفوا لي كاينه ديال وحده، كاينه ديال ثلاثه، وكاينه ديال ها هي ديال وحده. هذه محبوبه الجماهير، هذه كلشي تيبغيها. هادو تما راه دابا راه كاينين العيالات اللي ما كيقارنوش الفرق، بحال دابا هادي راه هاد الورده ماشي بحال هاد الورده. يعني مختلفين. مختلفين يعني راه كتلقاي الفرق. الفرق في الوزن يعني ماشي بحال بحال هادي ماشي بحال هادي. يعني من الهزه راه كتعرف السيده. الورده ماشي بحالها ها نتوما. في الرق حتى في الغلط شوف. تتكون هزتها. بحال هادي دابا الثمن ديالها 8000 درهم. 8000 درهم. 8000 درهم. كان راه هادي. ديال الخمسه. خليكم معنا. شنو غندوزو دابا؟ دوزو لهادو الاخرين. هادو شحال ديال الثمن ديال وحده؟ ديال وحده. عرفوا هاد البنك كليب حيت وريناها ليهم قلنا ما قلتوش لينا الثمن. هادي الثمن ديالها 1700. 1700 درهم. كورمات صحيحة وزوينة شوبا. زوينة البنات. سنيسلا غليظة. شنو غندوزو دابا؟ كورميطات حيت هادو. كاينين حتى هادو ديال خريشات هادو اللي كيجيو في اللي تيحمقو. شوفوا ليا اختاري الموديل اللي بغيتي. هادو مناش كيبداو؟ أرخص وحدة. أرخص وحدة تكون تقريبا 4800. 4800 درهم. 4800 درهم. شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله. ذهب عيار 18 كاين راه هازه. السلسله راك شفتيها كي دايره. شوف لي غير السلسله ديالها كي دايره. كاين حتى هاد الموديل هذا. ندوزو الموديل الاخر. شوفوا لي هاد الموديل حتى هو تبارك الله ما شاء الله. يعني كاين الاختيار وموديلات جداد راه هنا الحمد لله معروفين كنجيبو موديلات جداد. شوفوا لي حتى هادي فنه فنه. واعرين هاد الموديلات هادو. والعرض محدود راه بمناسبة رمضان حتى العيد ان شاء الله. كاين هادو ديال الكورميطة حتى هما. شوفوا لي هاد الرادكو. هادو مستوردين كيتباعو الموديل. على حساب كيتباعو شحال الغرام كل حاجة والثمن ديالها. يعني تواصلوا مع الفرق مسكريني وحاجه ما عرفناش وما قلناش الثمن ديالها غتسولوا في الواتساب. والناس اللي غيجيو المحل اكيد مرحبا رجال المحل حيزو. مرحبا بي رجعوا عندنا الناس من جميع انحاء المغرب. الحمد لله. الحمد لله راه كنشكروا الناس اللي كيتيقوا فينا بزاف. حتى شي واحد كنشكروا الناس اللي كيتيقوا فينا. راكم عارفين الذهب. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. مناش كيبدا الاثمنه؟ هذو الاثمنه تقريبا كيبداو من 4000 درهم 4500. كاين راه هازين تبارك الله. العيار 18. كاين عندي موديلات بزاف راه كاين الخير الحمد لله. اللي جات مرحبا بها. كاين لو شوا فين تختار. كاين لو شوا فين تختار. اللي جات مرحبا بها. كاين هذا الموديل هذا كاين الموديلات بزاف. شوف لي الموديل اللي كيتا هو في تبارك الله. اللي بغات تشري الذهب مرحبا بها. تواصل معنا في الواتساب ونزيدو نكازا راه باغي نخدمو. اللي جات مرحبا بها مكاينش مشكل. خليكم معنا. ودابا خويا ايوب غندوزو سنيسلات. سنيسلات تبارك الله ما شاء الله. غتشوفوا معنا هادو كاملين وغتعرفوا حتى الاثمنه. باش غنبداو اخويا ايوب ندوزو لهادو. هادو لي شكيلات مختلفه فيها ليبول فيها الكلاش تيفاني تيفاني تبارك الله ما شاء الله. هادو بشحال غيبقى لنا خويا ايوب؟ هادو الثمن ديالهم الثمن كيبدا من 700 درهم. 700 درهم هادي 700 درهم. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله. هادي الثمن ديالهم 800 درهم. 800 درهم. حتى كادو راه زين. سنيسلا اللي بغات تعمر عندها راه فنين. شوفوا لي هادي ديال ليبول. شوفوا كاين لو شوا بزاف. تيفاني تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبه لهادو شحال كيديروا ايوب؟ هادو ديال الحجيرة 700 درهم. 700 درهم هادو اللي ديال الحجيرات. وبالنسبة لهاد الخميسة وهاد كل حاجة هادو كل واحدة والثمن ديالها. مناش كيبدا الثمن؟ هادو الثمن كيبدا من 900 درهم. 900 درهم الثمن ابتداء من 900 درهم.
وجود لو شو الحمد لله. اخويا ايوب شحال دايره هذه؟ هذه الثمن ديالها 800 درهم. 800 درهم هذه شوفوا معايا فن البنات كتجي في العمق دابا راه غادا في ارتفاع. هذه 800 درهم ثمن 16000 ريال. شوفوا ليا حاول تعطينا شي وحدين الاثمنه ديالهم اخويا ايوب بالنسبه لكاين هذه الثمن ديالها 6000 درهم. 6000 درهم مشيتي لنا الصحيح فداك الرقيق. شوف لي هادو هادي التحتانيه الثمن ديالها 900 درهم. 900 درهم هادي الثمن ديالها 800 درهم. هادي الثمن ديالها 2400 درهم. ميستيكا هادي الثمن ديالها 1500 ميستيكا 1500. الثمن ديال الخميصه 1100 درهم. والثمن ديال هاد القلب سلسله بالقلب الثمن ديالها 1200 درهم. صبرنا ما بغينا نقولوا الثمنات ولكن غير مساله وقت هادشي اللي كاين باش ما نطولش عليكم لا فيديو. ما فيديو هادو سنسر يلاه جبتهم موديلات جداد اخر ما كاين في لي موديل. راه عندي مازال لو شوا تبارك الله. شوفوا كاين عندي دك البره عندي تيفاني عندي كلشي كاع الموديلات كاينين الحمد لله. سكريني يا البنات شوفوا ليا اي موديل بغيتي في الدهب غتلقاي عند ايوب كل موديل الثمن ديالو. الموديل اللي ما قلناش حاولوا انكم تسكرينيه وتصيفطوا لي في الواتساب. قلت شي حاجه تسكرينيها ونقول لها الثمن. الثمن كيمشي على حساب الجرام وعلى حساب الوزن وعلى حساب الخدمه الموديل. شوفوا ليا بحال هذه شحال دايره اخويا ايوب. شوفوا لكم هذه الثمن ديالها بالنسبه للجديد. شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله. هادي الثمن ديالها 4300 درهم ولكن راه تبارك الله والسلسله الله يهدا السلسله تبارك الله. كاين عندي سلسله بحال هكا بحال هادي الثمن ديالها هي الثمن ديالها 1500 ديال الكلو سلسله غورميت. كاين البنات اللي بغات تعمر عنقها راه من 600 درهم تجي تعمر. شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله هانتوما شكيلات سكرينيو موديلات جداد هانتوما كنا هادو كلهم دابا راه زينه وخزينه المرات تزين بيه وخزنه فيه فلوس. بحال هادي ديال الخميسه شحال دايره فنانه هادي. شوفوا هادي ديال الخميسه الثمن ديالها 4000 درهم. 4000 درهم دغلاب. كاين عندي هادي ديال الكلاش الثمن ديالها 2100 درهم. 2100 درهم واللي جات من طرفك نقص لها في الثمن. نقصوا لينا في الاثمنه هذه 2000 درهم. 2000 درهم 2100 واللي جات وانا قلت 2000 خليها لهم ب 1000. شوفوا ليا هذه ديال الكراش فنانه حتى هي يعني كتجي في العمق غزاله اللي بغات تعمر عمقها راه هذا الشيء كيحمق. وبالنسبه لهذه اللي تحت من الكراش هذه الكلاش هذه اللي تكتب الكلاش هذه الثمن ديالها 6300 درهم. 6300 درهم. شوفوا لي هالطروادي هذه اللي بالسلسله ديالهم ما هذا الطروادي السلسله بوحدها الا بغات شي وحده نبيعها لها. شحال دايره في الثمن خليكم يشوف لينا الثمن. اللي بغات لونسومبل كامل راه كاين ثمن بغات الطقم راه كاين هانتوما بحال هذا الاونسومبل هذا تا شوف لي شحال سوا. هادي الثمن ديالها 3850 درهم. شوفوا لي كيفاش داير 77 كاينه هازه وباينه الغايده تبارك الله ما شاء الله. كاين الخير تبارك الله مازال موديلات حنا راه السناس ما صورناش لكم كلشي. كاين عندي حتى هاد الفونكليت ديال ثلاثة. هادي شحال دايره اخويا ايوب؟ هادي ديال ثلاثة اللي بغات تبارك ديال ثلاثة. شحال دايره؟ هادي الثمن ديالها باش يعرفوا الناس. واللي بغات بوندونتيف بوحدها راه كاينين حتى هما كيتباعوا. هادي الثمن ديالها 4000 درهم. 4000 درهم هاد السنيسله هادي. وبالنسبه للناس اللي بغاو بوندونتيف بوحدها اللي بغات بوندونتيف راه عندي لي بوندونتيف راه عندي بزاف تقريبا. واش كيبدا الثمن بوندونتيف على حسب الوزن ديالها راه كتبدا من 400 500 600 على حسب الوزن ديالها كتوصل حتى للبودونتيف بوحدها. عندك حتى ديال العود؟ عندي حتى ديال العود. العود 300 درهم. 300 درهم البودونتيف ديال العود. وبالنسبه للعود راه كان شحال هادي ما كناش كنديروا ليه واحد الكوله حيت كانت كتقلع عليهم. دابا ولينا كنديروا واحد لاكول بس السميه تبقى مدفونه ما تطيحش. واخا تلبسها مع الجلابه ما تطيح ما والو.
هذه كتبقى ب 300 درهم 300 درهم 6000 ريال 6000 ريال اي سميه نصايبه لكم ولا بغات تكتب فيها سميتها راه كتكتب سميتها نكتب لها السميه اللي بغات نجيو للمدخنه اخويا مرحبا اختي شوفوا لينا شوفوا لي هذاك مرحبا شوفوا لي هذا الطقم هذا شوفوا لي السنيسله هذا شحال دايره اخويا ايوب هذا هذا الثمن ديالو 19800 19 الطقم 19000 درهم شوفوا لي 19000 درهم بالكورنيت بالخاتم بالحلقات وبالسنيسله تبارك الله كي قلت لكم عندهم موديلات شوفوا ديك الخميسه لاله ديك اللي هادي شوفوا لي هادي شحال دايره هادي دي باينه وازنه شحال دايره هادي تقريبا شي 22000 درهم 22000 درهم جبت المليون و 40000 ريال اللي كاين راه كتستاهل هادي اللي ذهب وخزينه وخزينه يا هادي هادي اللي خزينه ديال الفلوس اللي بغات تخزن الفلوس ديالها شوفوا لي كي دايره فننه الطروات ديال اللي بغات عندي الطقم ديال كاين الخير الحمد لله يعني غير جيو المحل راه كاين بالنسبه لهذا الطقم هذا شحال داير هذا الطقم داير مليون و 30 مليون و 30 الف ريال بالبراسلي بالسلسله بالحلقات بالخاتم تبارك الله ما شاء الله قلت لكم كاين الخير كاين الموديلات اللي عندها شي تصويره ديال شي موديل ما شافتوش عندي في الفيديو راه تجي راه نجيبو لها ما كاينش مشكل اي موديل بغيتي اي موديل بغاتي مرحبا مرحبا بغيتي الاسم ديالها بغات اي حاجه هادي الثمن ديالها 1800 هادي رافينيش غافينيتال بنا دايره 1800 كاين الخير الحمد لله كاين الموديلات يعني من قد من البيجي اللي بغيتي البيجي اللي بغيتي راه كاين البيجي اللي بغات المراه راه كاين تبارك الله ما شاء الله ولا عجبتها مثلا بحال دابا هاد التعليقه مع هاد السنسله راه نبدلهم ليها ما كاينش مشكل يعني تقدر تاخذي السنسله اللي بغيتي بغات والتعليقه اللي بغات بغيتو اكثر من هاد الشيء عجبتها شي حاجه في الطاقم راه نديرو لها بغيتو اكثر من هاد الشيء تفشوا علينا شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله بالنسبه لهذه شحال دايره ايوب خويا هنا وحده هادي كاينه هادي ديال شانيل شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله هانتوما نيسنا هادي الثمن ديالها هادي الثمن ديالها 4800 درهم 4800 هذا الذهب مستورد الذهب مستورد حتى هي العيار 18 عيار 18 حتى هي العيار 18 بس السلالة غليظة راه صحيح باينة ماشي خاوية راه عامرة حتى الشكل ديالها غزال كيف قلت لكم اللي ما قلناش لكم الثمن سكريني وصيفطوا لي في الواتساب ماشي مشكل كاين عندي هذه ديال رافينيت الثمن ديالها 9600 درهم 9600 ديال رافينيت كاينه هذه غوز هذيك الرسمسله وكاين الصفر وكاين الاحمر كاين الصفر كاين الاحمر كاين الابيض باغا ندوزو هاد السنيسلات بحال هكا ديال الحضور المناسبات شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله شوفوا لي هادي ديال الحضور اللي بغات بحال هكا شي مناسبه واللي بغات تخزن الفلوس بغات تخزن فيها الفلوس دي الثمن ديالها 6150 6150 بالنسبه لنا 6000 تقريبا بحال بحال هادي ياك ايه بحال هادي هذا تكون زيد على الثمن زيده حيت السنسله غليظه كاين هذا الموديل حتى هو كاين حتى هذا الشكل هذا والله لاحظتوا راه ما كنجيب شي حاجه اللي فيها الحجر بزاف يعني ذهب ما بغيتش نجيب الحجر بزاف كاين هذه ديال الفروج هذه يوميه راه ولاو دابا البنات كيلبسوهم كل نهار هذه الثمن ديالها 9800 علاش 9800 حيت السنيسله غليظه شويه الزبيله الا بغات تقل منها راه كيتختلف الثمن شوفوا لي هاد الرات كل عجيبه كانت دارت ضجه هذه شحال دايره هادي مستوردة مستوردة حدا ديال الثمن ديالها الثمن ديالها ثمن زوين فيها قول لي الثمن شوفوا معايا هادي حتى هي هاد الخميسة تبارك الله وريناها ليكم هادي الثمن ديالها 9100 درهم 9100 درهم الا بغات حتى الكورميطا راه كاينة عيار 18 عيار 18 كنبيعها عيار 18 راه بحال هادو كانوا عندي ب 12000 درهم 13000 درهم خذوهم من عندي الناس ما تيعرفوني ما قلبوها ما والو في المغرب كامل ووصلاتهم وشكرونا عيطوا لينا شكرونا الحمد لله هادشي اللي بغينا بغينا الدعوات ديالنا الحمد لله كاينه المصداقيه اللي بغات الذهب راه مرحبا بها
اكيد معروف ايوب ارخص زايدي كاين في المغرب. مرحبا بالجميع. شوفوا ليا كاين البلدي باقي نحنا في البلدي قبل ما ندوز لكم على هاد الموديلات هادو، كاين حتى هاد الطقم هذا ديال البلدي، هذا شحال كيدير؟ هذاك الثمن ديالو شي 30000 درهم. 30000 درهم 3 مليون، ولكن راه الطقم شوفوا ليا خاتم بالحلقات بالهاز هذا تبارك الله. وكيف قلت لك اختي مريم راه ما كنديرش كاع الحجر، اغلبيه تنجيب باش ما يطيحش. اغلبيه تنجيب سلعه فاده قليله، ما كنجيب هذاك الحجر اللي كيكون خفيف كيكونش كاع فيهم الحجر. بحال دابا هاد التميسه هادي ندوز لهاد الموديلات هادو شحال دايره؟ بحال دابا هادي دايره 4800 درهم. 4800 باينه السلسله. السلسله غليظه وصحيحه ورافينيش. رامي رافينيش. وبالنسبه لهاد الخميسه شحال دايره؟ ياكم معايا تبارك الله ما شاء الله. حاولنا نوريكم سنيسلات وتعرفوا الاثمنه، والفيديو الجاي ان شاء الله قلنا علاش بغيتو يكون على البراسليات ولا على هادي الثمن ديالها 4700. 4700 سلسله راه غليظه. سلسله غليظه وبودونتيف ثقيل. 4700 درهم تبارك الله ما شاء الله. اللي بغات الخفاف راه كاينين يعني كيف قلنا لكم، خفاف راه كيبداو من 650 اللي بغات تعمر عمقها كاين، بغات الصح وبغات شي حاجه راه كاين يعني. المرا اللي بغات اي حاجه بغيتها تلقاي عند جوهرات ايوب. مرحبا. وهنا غنكون وصلنا معكم لنهايه هذا الفيديو هذا، خلوا لينا في التعاليق ديالكم. مرحبا بالمتتبعات ديال مريم، واللي جات من طرف مريم راه مرحبا بها، اللي بغات اي حاجه في الذهب راه ما كاين حتى شي مشكل. اكيد مرحبا، حنا كنحاولوا كاع العيالات يلبسوا الذهب ونديروا اثمنه مزيانين، ومرحبا بالجميع. المهم هاد الاثمنه راه ما تلقاوهاش البنات، تبارك الله كيدير لكم اثمنه مناسبه. عندي حتى لي كوردون، عندي لي كورمات، حنا راه ما بغيناش نطولوا الفيديو، بغينا كل فيديو نديروا اليوم فيديو الاختصاص ديالو غير لي كورمات وسنيسلات. هذا هو اكتبوا لنا في التعاليق الفيديو الجاي شنو بغيتوا يكون ان شاء الله. مازال راه موريناكم غير شي موديلات، راه كاين الخير الحمد لله، واللي جات مرحبا بها، واللي بغات شي موديل شافته في شي بلاصه وبغاتو تصايبوا ليها نصايبوا ليها ولا نجيبوا ليها، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه ايوب عندك جوج محلات. كاين هذا وكاين المحل اللي اونفاس اللي اونفاس معاه، كاين هذا المحل هذا وهذا اللي اونفاس معاه، يعني بحال بحال. كنكون انا وكنكون كيكون عبد الله. وكيكون عبد الله. مرحبا اللي جات مرحبا بها، اللي بغات شي حاجه في شي مدينه اخرى راه كندير توصيل المغرب كامل. المهم اهم حاجه راه كنركز عليها هو المصداقيه يعني. وكنشكروهم على الثقه ديالهم، الناس صيفطوا فلوس كثيره وثقوا فينا. وثقوا فينا وما تعرفونا ما والو في المغرب كامل، وجاو عندنا المحل والحمد لله. حنا راه ما تنتصنعوا ما والو، راه عفويين كيف الفيديو كيف مباشر. الناس كاملين شكرا في التعليق. هذا هو اللي كاين، مرحبا بالجميع. اي حاجه، اي مره بغات تشري الذهب ولا شي راجل بغى ياخذ المره ديالو شي هديه ولا بغى شي حاجه في الذهب راه مرحبا به. راه كيف كنقول لكم ديما، راه الذهب زينه وخزينه. اكيد هادشي اللي ما كاينش احسن من الذهب، ما كاينش ما احسن. الله يعطيكم غير الرزق باش تجيو تقداو كاملين. الله يعطيكم الرزق والله ييسر الجميع. امين. ومرحبا بالمتتبعات، ومرحبا بالناس كاملين من داخل الوطن وخارج الوطن. اي واحد خصو الذهب راه مرحبا به. اللي بغى الذهب تجي عند ايوب. اللي بغى الذهب تجي مرحبا به. اللي كندير الاصلاح كندير كل شيء الحمد لله، كنصيب الا بغات شي حاجه، مثلا شي مره بغات شي حاجه في الزمرد الجوهر كل شيء تنصيبو. اي موديل طاح لك ولا شفتيه في شي بلاصه، اي موديل كنصيبو. السميات بالذهب حتى هما، السميات راه كيبداو من 1200 درهم. اللي بغات تصايب السميه ديالها ولا البنيه ديالها ولا تهدي الام ديالها، راه كنصايب السميات راه كيبداو من 1200 درهم. عندي واحد الموديل نوري لك اختي مريم. عندي بحال هذا راه حصري، هذا راه الحمد لله راه كاين واقيلا عند ايوب موديلات بحال هكا، سميات بلاكا فيها السميه مدفونه بحال هكا. زوين هاد الموديل هذا، ولا بغيتي تكتبي فيه الاسم ديالك. هذا شحال كيبقى ايوب هاد الموديل؟ هادي الثمن ديالها 1500 درهم. 1500 درهم هاد السلسله. كانت شي وحده بغات شي حاجه ثقل راه كنصايب حتى بكثر. بغيتي خف راه كاين كاين خف من هاد الثمن. اللي بغات راه كنصايب كلشي. يعني اي حاجه كاينه وما سخيناش بكم، غنخليوكم هنا نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. رمضان كريم ومرحبا بكم. ربي يخليك اخويا ايوب، بالسلامه عليكم.